ورينا ترتيب المجموعه. الحقيقه اصبحت مصر في او منتخبنا الوطني في المركز الاول ب10 نقاط، ومنتخب ليبيا عنده 6 نقاط، ومنتخب الجابون عنده 4 نقاط، ومنتخب انجولا عنده 3 نقاط. منتخب مصر يغرد في الصداره وحيدا، وابعد يعني ان شاء الله المباراه القادمه لو خدت نقطه او نقطتين، نقطه والمنتخب الليبي اتغلب، يبقى انت صعدت خلاص بشكل رسمي، او اتعادل حتى، فيبقى انت صعدت بشكل رسمي للمباراه النهائيه. المنتخب المصري لعب 4 مباريات، فاز في 3، تعادل في مباراه، لم يخسر اي مباراه، له 6 نقاط عليه، له 6 اهداف وعليه هدف واحد، وعنده من النقاط 10 نقاط. ليبيا لعب 4 مباريات، فاز في 2، تعادل في، لم يتعادل في ولا مباراه، وخسر في مباراتين، له 3 اهداف عليه 5 اهداف، له من النقاط 6 نقاط. الجابون لعب 4 مباريات، فاز في 1 وتعادل في 1 وخسر في مباراتين، جاب 5 اهداف وعليه 6 اهداف، النقاط 4 نقاط. اما المنتخب الانجولي لعب 4 مباريات، فاز في مباراه وخسر في 3 مباريات، له 3 اهداف وعليه 5 اهداف، وله من النقاط 3 نقاط. وبالتالي ان شاء الله مصر في المباراه في شهر مارس القادم، في المباراه النهائيه ان شاء الله ذهاب وعوده، مع مين؟ هنشوف بقى على حسب التصنيف، ليها امور كثيره جدا هنشرحها لحضراتكم خلال الفتره القادمه.